يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف أعرف أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم علما لأنني أحيانا لا أحب بعض الأشياء التي يحبها الله؟ يا أخي عندك الجواب في الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذا كنت تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وتطيعه ولا تخالفه، هذا دليل على محبة الله عز وجل. نعم.